مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا باللي التحق بنا الان. اليوم حلقه تمتن باش حكينا على الجانب الاجتماعي، بعد حكينا على الفقره الطبيه، وتوا متابعات باش نخصوا جانب الشبان، وخاصه الشبان اللي مغرومين. تبارك الله شبابنا توا مغروم، وتبارك الله معناها متالق وكفاءه كبيره. سعيده جدا باش يكون حاضر معنا توا شمس الحسيكي. شمس الحسيكي، مرحبا شمس. مع السلامه اخي. يعيشك شمس. انتم حضرتوا الايفينمون، يعني كتبتوا ومش خليك انت تقولوا وتفسروا لنا. نيم اكزو ووردز، تسميت دونك نيم اكزو خارجي ووردز، العلوم الخارجيه، العوالم مش علوم، العوالم الخارجيه. علاش الحكايه هذه؟ سيدك يا ابن سيدك، معناها فما وكاله هي جمعيه، مش جمعيه، مجموعه نتاع علماء انترناسيونالمون، معناها متحدين مع بعضهم. هما عملوا لونيون استرونوميك انترناسيونال. لونيون استرونوميك انترناسيونال هذا عمل له 100 سنه، وهو اللي لاهي بكل ما هو اتفاقيات في علم الفلك. اش معناها؟ معناها تعريف كوكب مثلا، شكون يحط؟ تحطوا لونيون هذا. تسمية الكواكب اختاروه لليونيون هذا، وزاد تسمية النجوم. وبيسكو سنة عملوا عمرهم 100 سنة، عملوا ايفينمون دوزيام اديسيون نتاعو اسمه نيم اكزو ووردز، باش نسميو العوالم الخارجية. اش معناه؟ هذا مش اللي صار في مدينة العلوم مؤخرا؟ صار في مدينة العلوم، هو ايفينمون صار على دو بارتي. اي ايفينمون هذا صار على دو بارتي. البارتي الأولى كانت في عمادة المهندسين في تونس، وين فما مقر جمعية تونسية الشبان والعلمانية فيها، واللي أنت تنتمي لها طبعا. أي أنا منشط الجمعية، جمعية عريقة وكبيرة برشا. أيوة أي. وفي البارتي الأولى شو عملنا؟ خذينا الاقتراحات نتاع العباد الكل. هي شنو هي ليفينمون؟ معناها عندنا الوكالة لليونيون أسترونوميك عطاونا كوكب ونجمة باش نسميهم، باش نعطيو اسم للنجمة هذيك واسم للكوكب اللي يدور عليها. كيفاش كان الاختيار؟ كان للبوبليك، فما كان فورمولير محلول، اي عبد يجم يعمرو. وعمروه قرابه 650 عبد، و 650 عبد كل واحد عطى اسم. فما اسامي تعاودوا، تنك الاسامي معروفين، حنا بال عليسه، هذوك برشا عباد يحطوه. دونك في الاخر خرجوا 450 اسم مختلف للكوكب، 450 اسم للنجم. وكي تلمينا في البارتي الاولى من ليفينمون هذايا، قعدنا كما تشوفوا في التصور، معناها حلينا كليست نتاع الاسامي وقعدنا نخرجوا فيهم. اش معناها؟ معناها مش نسميوها الاسامي كل، نسميوها اسم واحد. اسم واحد. والوكاله اليونيون قالت لنا تعطيوني ثلاثة اسم. ثلاثة. أي هي باش تختار، اما نعطيوها ثلاثة اسم للنجمة وثلاثة اسم للكوكب. دونك رشحتوا ثلاثة اسم. رشحنا ثلاثة اسم. كيفاش رشحناهم؟ ناخذوا الاسم الأول ونفوتيو عليه، شكون عجبوا اللي عجبوا يهز يديه. نحن كنا ملمومين. قرابة 20-30 واحد من الدومين نتاع الاسترونومي حتى. وكان اي عبد يحب يجي يجم يجي. كان معنا طفل صغير عمره قرابة 12 سنين 10 سنين، واللي يعجبه اسم يهز، ثم هذاك اللي بعد حنا بعد شكون عجبه يهز يد. دونك استقريتوا على شنو هو محليهم زوز اسامي؟ اي خرجوا زوز اسامي هما. اما اللي بعثناهم الستة هما حنا بعد شاشية مشموم وعليسة عليسة وخمسة وقرطاش، هذوما اللي بعثناهم. أما علاش ما اختاروش مثلا قرطاج ولا عليس؟ على خاطر فما لازم الاسامي هذوك يكون عندهم خاصيات معينه باش يتقبلوا. اش معناها؟ كيفاش خاصيات هذي؟ لازم يكون الاسم عنده علاقه بتونس ولا بتاريخ تونس ولا حكايه هكا. واضح. وانتم اللي اخترتوهم الكل ديجا هكاك عندهم علاقه بتونس. فما برشا دي كونديسيون لازم يكونوا موجودين. واحده من لي كونديسيون ما لازمش يكون الاسم هذاك معطي للحاجه اخرى، استيرويد اخرى، حاجه اخرى في الاسباس، اول مره يتسمى في، لازم يكون اول مره في عالم الفلك. ايوا بالضبط. دونك حنبعل ما اختاروش، خاطر فما استيرويد اسمه حنبعل. فما ما قبلناش اقتراح تونس، خاطر فما استيرويد زاد اسمه تونس. شنو ياخذ؟ عليسه ما تعديتش. علاش؟ باش نفتح قوس صغير. بعد اذنك شمس، لانه هذا حتى اسمك ما عنده علاقه بالفلك ما شاء الله. يعني احنا باش نوضحوا للساده المشاهدين اللي يمكن مش فاهمين شويه الحكايه، لانه فما من عمرك اللي فاهمين وفما الناس المغرومه بعلم الفلك. نحب نعرف معناها انه كل اسماء، نحبك تفسر لنا انه في العالم الفلك اللي احنا موجودين في 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 فضاء فيه كواكب ونجوم، في العالم كل معناها منطقة عندها نجوم واللي قريب لها معناها تسمى باسمه هكا؟ باهي نزيد نفسر شوية، مش بعيد ياسر.
به نحن نحب التبسيط العادي للمشاهد العادي اللي شاهد فينا بالضبط نشوفه في كوكب سؤال حلو ياسر نحن موجودين في الارض نخزر السماء الفوق نلقاو برشا نجوم فما نجوم معروفين برشا كل يشعلوا برشا سميهم العرب سابقا كوكب سميهم العرب سابقا مثلا سميهم الاغريق سميهم الرومان وكل واحد كل عبيد سميهم كما يحبهم اما فما كان نجوم ما يتراوش بالكدا فهمت هذوما اللي راهم بالتلسكوب بالتلسكوب تحط انت عينك في التلسكوب في بلاصه ترى انت فما حتى نجمه باش تشوف نجوم صغار به نجوم هذوكم برشا منهم ما عندهمش اسامي نعرفوا اللي هما موجودين اما اسمهم كل اللي تابع ريبرتوار مش اسم كلمه معروفه مثلا كل اسمه هاش دي 19 26 99 تابع تيريتوار معناها تابع البقعه الجغرافيه اللي هو ينتمي فيها نقولوا جغرافيه جغرافيه في الارض فهمت قولوا في السفير سيليست في السماء فهمت والسماء تتقسم برشا بلايص 88 بلاص فهمت نحن النجمه اللي سميناها هي موجوده في الكوكب النجميه نتاع الايجل فهمت تسمى كونستيلاسيون دو ليكل به النجمه هذه كما قلت لك قبيله اسمها هاش دي 19 26 99 اسم جوست كلي في ريبرتوار مش اسم كلمه معروفه ولا دونك سميتوها باسمها دونك نحن عطاونا لونيون استرونوميك باش نجمو نسميوها نحن فهمت انا اي لو بريفيليج باش نسميو نجمه فرصه طايره على الاخر فرصه حلوه ياسر حاجه تاريخيه تقعد في تاريخ تونس حاجه تقعد لين توفى البشره خاطر ذاك برشا انا بيصير فرحان برشا انا في الدومين تولي سنين وكل ما نعمل حاجه جديده نكون فرحان قبل ما نقعد نرجعوا الاسماء اللي اطلقتوهم على الكوكب والنجمه قداش عندك في المجال نحب نسالك من الدين انا في الدومين لي 5 سنين وديما قاعد نتعلم ونحب نزيد في الباجاج سيونتيفيك واضح من المريول ما هو من المريول اي ناس سيد المخرج خذ لنا اي سويت مريول مريول هي ديما نلبسه واضح باهي حسيت نكملوا نحكيو نحن على ليفينمون دونك نرجعوا ليفينمون اخترتوا فينالمون زوز اسامي بلوتو هما اللي اختاروا معناها هما اللي اختاروا اما بيان سور نحن هما فما 450 و450 معناها 900 اسم كل في الكل ونحن عطيناهم السته خاطر تنجم تكون فما كالغلطه كيما اللي صارت نتاع حاجه ديجا مسميه حاجه ديجا مسميه ولا كان نعطيهم حاجات مش مقبولين خاطر فما برشا دي كريتير مثلا ما تنجمش تكون اسم انسان مات ليه اقل من 100 سنه فهمت دونك لازم يكون قليله اكثر كيما حنابال باغ اكزومبل دونك بعد ما بعثنا الاسامي نحن ما اللي هيش الجمعه اللي فاتت نورمالمون بالضبط بعثوا ومش تونس كهو بيان سور فما قرابه 100 واش بلاد شاركوا في الايفينمون هذا نيم اكس ووردز وخرجوا الاسامي كل ونحن النجمه نتاعنا خرج اسمها كابوس مش كابوس لا شاشي شاشي ادخل شاشي شاشي كابوس وشاشي عندك والكوكب اسمه خمسه دونك خمسه وشاشي موجوده في السيكتور استرونومي معناها في او خليني نقول في نحن السيكتور استرونومي جوست معناها الجمعيه نتاعنا جمعيه تونس الشبان والعلم تعمل برشا ديزاكتيفيتي في البلاد كامله ونحن سيكتور استرونومي سيكسيون استرونومي معناها بارتي اكاهو من الجمعيه هذه فما دي بارتي اخرين روبوتيك انفورماتيك مكملين فوالا اللي حكيت لك عليه في الروبوتيك مكملين مكملين ان شاء الله في الدومين هذا ومكملين ان شاء الله في ليزيفينمون اي بيان سور نحن توا البيوت نتاعنا انه نتوسعوا للعالم كله في تونس بيان سور ونتوسعوا مش معناها نحن نخرجوا معناها نتعاملوا مع العالم كله ديجا تعاملنا نوعا ما مع سوريا ومع الجزائر ديما نتعاملوا معاهم كل عام يجيونا زيريه في المخيمات العلميه اللي نعملوهم نتعاملوا مع البلدان الخارجيه لكن ديما نحبوا نحسنوا ونكبروا في العلاقات نتاعنا ديجا تعاملنا دينيرمون مع الناس شويه ونجموا نعملوا هذا الايفينمون ديجا نعملوا ايفينمون تقول مره في العامين نازا سبيس اب تشالنج نشاركوا فيه ما شاء الله عاش حبيت ديما نقعدوا في الحاجات البسيطه اللي باش نوصلوا للسيد المشي الدين الفكره يعطيكم الصحه شاركتوا في ايفينمون تاريخي كبير في تاريخ تونس مشرفتوا شبان تشرفوا تونس ان شاء الله ديما مشرفين تونس عاش. ان شاء الله ديما منورين تونس وان شاء الله ديما تقعدوا في تونس خاصه ان شاء الله لين نقعد في تونس وحتى كي نخرجوا نتعلموا برا خاطر معناها في تونس فماش كي تسمع علم الفلك ما نعرفوش عليه برشا ما عندناش عليه فكره كبيره مش دومين معروف ياسر وما يتقراش برشا في تونس يعني حتى كي نخرجوا نرجعوا لتونس نقعد ديما في تونس وبرشا علماء اكد لك نحن كنا نحكيوا على العلماء اللي نقولوا توانسه يخرجوا ما يرجعوش اللي في علم الفلك ونعرفوا برشا ونتعاملوا مع برشا يخرجوا يخدموا لبرا ولا يقراوا لبرا
ياخذوا يخدموا في ليزيفينمون في تونس خاصة قلبهم انه مت... سورتو اللي فهمتني يظهر لي قلت لك حتى تتعلم من برا ترجعونا لتونس سي البلوز امبورطون قلب ديما في تونس ان شاء الله. شكرا لك شمس لحسيكي. انا ما نعرفش هذول شاب مخترع نقول مش مخترع انا نحب ننشر العلم الناس الكل فوالا مش انا اكتشفت الكوكب هذاك ان شاء الله نهار اخر نقول انا نكتشف ان شاء الله ان شاء الله وهكا تتولد العلماء هي. يعطيك الصحه ميرسي بوكو شمس على الحضور. مشاهدينا الكرام كم تعرفنا على شاشية وخمسة موجودين شاشية وخمسة شاشية وخمسة نجمو نشوفوهم بحنا نجمة اسمها التاير كنت تشوفوا كنت تعرفوا كتحلوا على جوجل ولا فما ديزابليكاسيون ستيلاريوم اللي هو فما نجمة اسمها التاير معروفة برشا في الكونستيلاسيون نتاع ليجل وبعدها نلقاو نجمة فما عباد فما كلي ديزابليكاسيون ديما اجور يبدلوا الاسامي تلقى اسمها خمسة وتلقى الشاشية وفما ديزابليكاسيون قدم شوية يستعملوا كل اسامي اللي مازالت ما تبدلتش خاطر مازالت لها جمعة الحكاية دونك في الريبرتوار تلقاها اسمها هاش دي 19 26 99 تقول نمرو تليفون هذيك صحة شمس سلام بالتوفيق والنجاح. شكرا لكم وتحية لجمعية الشبان الجمعية التونسية للشبان والعلم الجمعية القديرة بلي لحظة برك نحب نزيد كلمة صغيرة في الحكاية هذي صحيح نحن خدمين ليفينمون هذي لكن ما نجموش نخدموه بلاش جمعية أخرى تايا تونيزيان أسوسيشن أوف يونغ أسترونومرز خاطر هما معانا في البيوت أون ألومي بيوت ونخدموا مع بعضنا ونتعاملوا مع بعضنا ربي يوفقكم برافو محليهم قداش حاجة تفرح برشا وهذه هي كفاءة تونس وكما قلنا هاكا عالم صغيرون يعني ما شاء الله مستقبل معالم ومكتشف كبير برشا إن شاء الله وكيفو برشا تحية للي كيفك.